مساء الخير، اهلا بحضراتكم. معانا لقاء متجدد مع برنامجنا من القاهره، ومتابعات وقراءات تحليليه لتطورات في المشهد العربي تحديدا بتتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره، اللي بالتاكيد بتنصب على الحدث الابرز، قرار المقاطعه الدبلوماسيه وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، اللي صدر عن دول الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، وانضمت أيضا في هذا القرار ليبيا واليمن ومالديف وموريشيوس. بالتأكيد في كثير من الدلالات اللي تنطوي عليها هذه القرارات الأخيرة، التضامن العربي في مواجهة الإرهاب، وأي دولة وأي طرف يكون داعم لهذا الإرهاب. بالتأكيد ذلك تم بشكل سافر من قبل قطر من خلال الممارسات اللي دأبت عليها في الفترة الأخيرة، احتضان ودعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية وغيرها بالتأكيد من الممارسات التي لم تتوقف، مما تطلب هذه الوقفة اللي بالتأكيد يعول عليها أن تكون خطوة حاسمة في سبيل الرد هذه المرة وبشكل عملي على هذه الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب. هيكون بالتأكيد في قراءة تحليلية للمشهد العربي على هذه الخلفية، ما الذي تنطوي على هذه المواقف العربية والخليجية الأخيرة إزاء قطر، و يعني ما الذي يعنيه تحديدا قطع العلاقات الدبلوماسية، الإجراءات الواجبة، ما بعد سحب السفراء وإعطاء المهلة 48 ساعة لسحب السفراء، إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية وغيرها، ويعني ربما يكون هناك أفاق وأبعاد أوسع وأكثر من ذلك بكثير نتطرق لها تفصيلا وتحليلا في لقائنا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة. بالتأكيد هناك ردود أفعال أيضا دولية إزاء الإجراءات العربية التي اتخذت مؤخرا، وهذا التصعيد الدبلوماسي تجاه قطر. سوف أيضا نتناول هذه الأصداء بشكل أكثر تفصيلا في لقائنا الممتد مع حضراتكم حتى منتصف ليل القاهرة على شاشة نيل الأخبار ومن خلال برنامجنا من القاهرة. طبعا هنبتدي مع حضراتكم جولتنا الإخبارية والتنسيق والتشاور الدائم اللي بتجري مصر مع الشركاء سواء العرب أو الغرب لمواجهة التحديات المتعاظمة على كافة الأصعدة والاستمرار في البناء والتنمية في هذه المسيرة في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور مع فرنسا في ضوء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي كان التعاون العسكري أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها. وخلال استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي جولار، بحث الرئيس السيسي عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد. كما شهد اللقاء تباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها خطر الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت تمتد لمختلف أنحاء العالم، وأشار إلى ضرورة التضامن والتكاتف من قبل المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي يثبت دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، أو تلك التي تأوي العناصر الإرهابية وتوفر ملاذا آمنا لهم.
بالتأكيد قطع العلاقات العربية مع قطر من خلال ما تبعناه من قطع العلاقات الدبلوماسية للدول التي أشرنا إليها، تحديدا البحرين، الإمارات، السعودية، مصر، ليبيا، اليمن، المالديف، وموريشيوس، وربما هذه القائمة تكون مرشحة للتصاعد. ينطوي على أبعاد مهمة وخطيرة وتحمل كثير من الدلالات، نقترب منها بشكل أكبر. وينضم إلينا سعادة لواء ركن متقاعد أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بجدة. تحية لك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بكم. كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أنظر إلى هذه العملية من خلال المؤتمر القمة العربي الإسلامي الأمريكي الذي عقد وقرر ضرب الإرهاب في كل مكان، وأيضا ضرب أولا ضرب الدول التي تتعاون وتدعم الإرهاب والدول التي تحاول زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. هذه الدول كلفت الدول العربية والدول طبعا الإسلامية الكثير من الأموال وأرهقت ميزانياتها، فكبلتها على أن تقوم بتحقيق التنمية. لهذا جاءت القرارات ضد قطر، لأن قطر ثبت طبعا من ليس من اليوم ولكن منذ أكثر من 3 سنوات أن قطر تدعم الإرهاب وأيضا تدعم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتمد يدها من تحت الطاولة مع إيران، وأيضا تدعم الحوثيين وتقوم بأعمال كثيرة مناهضة لهذه الدول. فإذا لابد أن يؤخذ معها قرار حاسم وحازم، وأنا على يقين بأن الدول التي اجتمعت في 56 دولة كلها تتفق في هذا الرأي ضد قطر وضد ما تمارسه قطر، وإلا فإن هذه الدول لم تلتزم بطبعا قرارات أو بما اتفق عليه في مؤتمر القمة الإسلامي العربي. نعم، يعني أشكال عدة للتدخلات القطرية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، على سبيل المثال الحصر، دعم قطر للمتمردين الحوثيين، دعم قطر لتنظيم الإخوان الإرهابي، التسبب في انعدام الاستقرار سواء في المملكة العربية السعودية أو في شؤون عربية أخرى، وكثير من الملامح المميزة لمثل هذه الممارسات، يعني التي تنأى بدولة داخل الكيان العربي. يعني في رأيكم، يعني ما الذي يمكن أن تقول إليه الأمور بعد هذه الخطوة التي اتخذتها مثل تلك الدول العربية التي تحمل ثقلا كبيرا في المنطقة العربية؟ لابد من قطر أن تعاني من هذه الإجراءات، وإذا ظلت كذلك فإن الشعب القطري سوف يرفض هذه الإدارة وسيطالب بإدارة جديدة وحكومة جديدة توفي بالتزاماتها وتسير على الخط الذي اتفق عليه، سواء كان في مؤتمر القمة أو في مؤتمر الرياض قبل 3 سنوات والعشرة بنود، ولكن أو أن قطر تتراجع وتطلب من دولة كبيرة ضامنة أن تقوم بالوساطة فتعود المياه لمجاريها. لكن المملكة ومصر عانت كثيرا من قطر، فلن تتراجع عن هذه الأمور إلا بضمانات دولية، وأن تعود قطر إلى الطريق الصحيح، لأنها طبعا تعهدت في الماضي ونكثت بهذه العهود. كيف يترجم فعليا من وجهة نظركم قرار قطع العلاقات الدبلوماسية؟ يعني قد يتبادر للذهن الوهلة الأولى أنه يقتصر على العلاقات الدبلوماسية فقط ومسألة يعني تواجد البعثات الدبلوماسية أو أوضاع الجاليات التابعة لهذه الدول التي أصدرت قرار بالمقاطعة إزاء قطر، يعني هل تقتصر المسألة على ذلك أم يمكن أن تمتد يعني تشكل أبعاد أكبر من ذلك بكثير، تمتد إلى قد ترقى إلى أبعاد اقتصادية وربما عسكرية؟ الحقيقة أولا أن هذه طبعا أبعاد هذه المقاطعة انعكست الآن على الاقتصاد،
8% خلال الساعة الأولى من البورصة انهارت في قطر. طبعا 50 رحلة جوية طبعا ألغيت قطرية. طبعا تعاني الآن قطر من التحويلات النقدية، هذه كلها سوف تنعكس يعني إيلاما على طبعا الاقتصاد القطري، وقطر لن تتحمل ذلك. ونحن نعلم بأن هذه الأمور قابلة للتصعيد، فطبعا سوف طبعا ينسحب من قطر عملية طبعا الأولمبية التي ستكون في قطر وكل ذلك. فلهذا قطر في وضع حرج، دولة صغيرة لا تستطيع أن تطير في أجواء هذه الدول. فإذا العملية ليست بالبساطة الذي البعض يعتقدها بالنسبة على قطر، وحتى مع الأسف الحكومة القطرية لم تكن على مستوى المسؤولية في هذا التصرف، بل إنها أصبحت يعني تحاول جهدها أن طبعا أن تخفف على الشعب القطري هذه الوطأة، وخصوصا أن الجزيرة أعلمت بأن أمير قطر سوف يلقي بيانا ثم نقلت كلمة في الأول ثم قطعت ذلك، دليل على أن هناك ارتباك كبير داخل قطر. وقطر لن تصمد أكثر من أيام. جزيل الشكر لكم سعادة اللواء ركن متقاعد أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية بجدة. وينضم إلينا سعادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير، أهلا وسهلا. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة التصعيدية الدبلوماسية للدول العربية تجاه قطر، مع وضع في الاعتبار بأنه ليس التصعيد الدبلوماسي الوحيد؟ يعني في وقت سابق كان هناك تصعيد دبلوماسي، ولكن ربما ليس بنفس القوة التي انطوت عليها الإجراءات التصعيدية الدبلوماسية التي اتخذتها الدول العربية هذه المرة، البحرين، الإمارات، السعودية، مصر، وانضمت إليها بالتأكيد دول أخرى. لا يعني هو كما ذكرت هي ليست دبلوماسية فقط، إنما هي عقوبات اقتصادية وتجارية وسياحية، يعني امتدت إلى ما يشبه حالات يعني الحرب تقريبا. يعني فدي عقاب شديد جدا لقطر لخروجها على التوافق العربي، بالذات ما حدث بعد المؤتمرين، القمة الخليجية الأمريكية والقمة الإسلامية الأمريكية، لأن تم الاتفاق على أشياء معينة وعلى أسلوب لمكافحة الإرهاب وعلى توافق على الأقل من دول الخليج باعتبارها وحدة متكاملة دائما يكون بينها تنسيق حتى قبل هذه المؤتمرات، بتعقد اجتماع طارئ وتنسق ما بينها. فقطر خرجت فجأة عن السرب بنفس الطريقة اللي خرجت فيها في الصيغة والمضمون، فبالتالي اعتقد ان دي يعني ارست ودن شديدة شوية. لان طيب انا عايز اسأل سيادتك سؤال في الجزئية دي، يعني حضرتك قلت انها ارست ودن شديدة المرة دي، في رأيكم ما هي الشرارة التي يعني اطلقت هذا الاجراء اللي اتصف بالحسم والقوة الأكبر مقارنة ربما بتعاطيات دبلوماسية متحفظة عربية سابقة إزاء الممارسات القطرية المرفوضة شكلا ومضمونا؟ يعني أول حاجة إن هناك تراكمات من التدخل القطري في شؤون الدول الأخرى، وتراكمات من مساعدتها لبعض المنظمات الإرهابية، هذه واحدة. الأخرى أن البيان اللي تسرب عن خطاب للأمير القطري كان فيه نقطتين مثيرتين جدا للسعودية بالذات. النقطة الأولى الحديث عن إيران وقوة إيران، وأنها دولة جارة وقوية وإسلامية، وأن هي يعني جديرة بالتعامل معها. ده بالتالي ضد تماما ما حدث من توافق في الآراء في القمة الأمريكية الخارجية، ان ايران حاضنه للارهاب وان يجب ان هو انها ترتدع عن هذا وتكف عن احتضانها للارهاب. ده من وجهه النظر اللي حصلت في القمه الخليجيه الامريكيه. فبالتالي هذا اول صدمه. ثاني صدمه ان الكلمه برضو كلمه الامير اللي تسربت تضمنت فقره مثيره للسعوديه، وهي ان بيقول ان الدول التي تطبق مبادئ اسلاميه متشدده تؤدي الى التطرف. دي برضو كانت جملة يعني
موجهه لطرف معين وهو السعوديه. النقطه الثالثه التوقيت، يعني لم تكن تمضي 48 ساعه على القمه الخليجيه الامريكيه واللي تم التوافق عليها على كيفيه مواجهه ايران، وان الولايات المتحده الامريكيه يعني تماشت مع الاتجاه الخليجي، فاذا بدوله خليجيه نفسها تخرج عن هذا التوافق. فده كله استفز السعوديه، ومع التراكمات السابقه من تدخل في شؤون السعوديه، الامارات، البحرين، مصر، فده ادى الى ان يبقى في رد فعل المره دي، اعتبروا انها يعني زي ما بيقولوا ايه، اخلت بالعهد اللي قطعته على نفسها في 2014 بانها ستكف عن هذا التدخل. فالعقوبات دي يعني بالنسبه ليها شديده جدا، ولكن يعني هنا في نقطه هتستوقفنا قريبا، وهو ان قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولم يذكر شيء عن عضويتها. فبالتالي سيظل هذا مفتاحا للمصالحه، ان الكويت ستستأنف المفاوضات او الوساطه، وربما تنضم اليها عمان، وربما ايضا يحاول الاردن باعتبار ان هو بيرأس القمه العربيه. ايضا سمعنا تصريحا لامين عام جامعه الدول العربيه ان هو بيأمل ان يحتوي الموقف، هل يعني ده في بيضر. يعني سقف التوقعات من وجهة نظر حضرتك لنجاح مثل هذه المساعي التقريبية والتوافقية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها قطر على مثل هذه الممارسات المنافية للوحدة العربية والتضامن العربي اللي بنتعرف عليه جميعا، وفي نفس الوقت ربما منحت فرصة قبل ذلك عندما كان هناك تباعد بينها وبين الدول العربية والخليجية، وكان في التزام كان المفروض ان هي يعني ترتكن إليه، ولكن ذلك لم يحدث، واستمر النقد حتى لي يعني ما أفاد به بيان القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض اللي يعني لا تفصلنا عنه سوى أيام. ده صحيح، ولكن من ناحية أخرى زي ما أشرت إن ده هيؤدي إلى انقسام في دول التعاون الخليجي، وبالتالي هل إذا عقد اجتماع بعد أسبوعين أو بعد شهر هتدعى قطر أم لا تدعى؟ ده سؤال ولم يتخرج شيء. ناحية ثانية، لمن ستتجه قطر وهي كانت تعتمد على دخول المواد الغذائية عن طريق الإمارات وعن طريق المملكة العربية السعودية في الجزء الأكبر منها؟ النهاردة إيران صرحت بجميع الشركات الإيرانية، قالوا نحن على استعداد لتعويض قطر عن كل ما ينقصها من مواد غذائية، إذا بتدفع دفعا تجاه إيران. نعم. من الناحية الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أن مجلس التعاون يظل متماسكا، وأيضا الدول العربية. فبالتالي هنا إيه الحل؟ الحل هو أن يكون في اعتذار وضمانات مضمونة، يا إما بدولة عربية تكون قادرة على أنها توقع العقوبات دي تاني عليها لو عادت، أو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لأن تركيا نعم. عرضت الوساطة. أنا الولايات المتحدة الأمريكية أنا بشكر حضرتك وأسف على المقاطعة سعادة السفير، ويعني جزيل الشكر على هذه الإفادة القيمة سعادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق. ونتواصل مع الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية لك دكتور. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بك. يعني بعد هذه التطورات، هل الأمور أقرب إلى التصعيد أم إلى الاحتواء والتوافق ربما من خلال ما يمكن يعني أن تكون عليه المساعي الكويتية أو أي دول أخرى في هذا الإطار؟ في حقيقة الأمر نحن نريد التوافق بين دول مجلس التعاون، لأن أصلا دول مجلس التعاون مكملة لبعضها البعض، سواء نظرنا من ناحية جغرافية أو من ناحية من ناحية إنها كلها دول يربطها نسيج اجتماعي واحد، وأيضا تقارب أسري واحد، وبالتالي يعني ليس من مصلحة دول التعاون أن تكون عضو خارج هذه المنظومة. لكن كما نعلم نحن
يعني العلاقة مع قطر ليست من اليوم، وإنما هي ممتدة يعني من 2011، من بداية ما يسمى بالربيع العربي، حينما للأسف اتخذت مواقف يعني ضد دول المنطقة، وقامت بتغذية الإرهاب وتغذية والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، سواء يعني كانوا في مصر أو في دول المنطقة، والذين أرادوا تغيير حقيقة حتى أنظمة المنطقة. نعم، لكن في ذات الوقت قطر لم تعطي الدول العربية سبيلا آخر، يعني مما دفعها إلى أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، وفي مبررات تنطوي على قدر كبير من الوجاهة ساقتها الدول العربية، يعني سواء الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، لمثل يعني هذا الموقف بقطع علاقات دبلوماسية، أبرزها إخلال قطر بكل المقاييس بالاستقرار في المنطقة العربية من خلال إصرارها على الممارسات اللي بتقوم بها، سواء دعم الإرهابيين أو تدخلات السفيرة في الشؤون الداخلية العربية. بالتأكيد يعني نحن من أعطيت كذا فرصة، يعني قطر 2014 تدخل بعد قطع العلاقات يعني أو سحب السفراء، لنقول ما كانت في قطع علاقات أنذاك، وإنما سحب السفراء، وأعطيت فرصة من شهر مارس إلى شهر 11، وتدخل أمير الكويت، ويعني وقعت قطر على أن تلتزم ببنود واضحة، عدم التدخل في شؤون مصر، وعدم التدخل في شؤون منطقة الخليج، وعدم دعم الإرهاب، وأيضا عدم أمور كثيرة، ولكن لم تلتزم حقيقة بهذه الأمور. زي ما حضرتك قلت دكتور خالد، الكويت تدخلت قبل ذلك للوساطة والتقريب، ولكن يبقى الأداء القطري في عدم الالتزام بالتعهدات. ما الضامن هذه المرة للدول العربية لاحتواء مخاوفها؟ لا أرى ضامن، يعني خاصة إذا نظرنا على الأقل، خلينا نرجع للتاريخ منذ الانقلاب الذي حدث في عام 96، الذي قام به الأب ضد الابن ضد والده، وكان التوجه حين ذاك واضحا، وهو توجه نحو الجماعات الإرهابية ودعم إيران. اليوم حينما تتحدث، وتحدث قبل سعادة السفير، اليوم حينما تقدم إيران يعني تقول بأنها مستعدة لتلبية الحاجات الغذائية لقطر، نحن إخوانهم وأهلهم ونحن أبدا يعني، لكن من الذي أوصل قطر إلى هذا المستوى إلا حكامها للأسف الشديد، وسياستها التي أرادت أن تخرج عن الإطار العربي المألوف. هناك علاقات دولية تربط الدول، كيف تخرج عنها قطر؟ يعني حينما تتحدث بأنها يعني تتحدث عن مصر بأن ما حدث في مصر انقلاب، كيف انقلاب وهذه ثورة شعب قامت في 30 يونيو، واليوم مصر لها علاقات كبيرة بكل الدول، الدول العظمى تسعى إلى أن تكون لها علاقات مع مصر كأمريكا وروسيا. اليوم نقول على ما يحدث في مصر انقلاب، ومن هي قطر هذه الدولة الصغيرة التي حجمها لا يتعدى 11500 كيلو متر، حتى تريد أن تكون هي من يفرض نفسها على العالم أو على منطقة الخليج والمنطقة العربية. يعني اليوم حتى خروج قطر، لما أخرجوا قطر من التحالف العربي بعد أن رأت الدول دور التحالف بأنها تدعم الإرهاب، تدعم الحوثيين، تدعم أيضا حزب الإصلاح الذي يقوم بأعمال ميليشياوية داخل الجنوب وداخل المدن المتحررة، إذن هي تقوض كل الانتصارات التي تحققت في اليمن، فبالتالي لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد أن صعدت الأمور من قبل قطر، وأيضا تدخلت في أمور يعني هي من أمن، من أساس أمن واستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية. جزيل الشكر دكتور خالد القاسمي، المحلل السياسي من الإمارات. ونتحول إلى الأستاذ حبيب الصايغ، أمين عام اتحاد الكتاب العرب. تحية لك أستاذ حبيب.
أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك. يعني كيف تقرؤون الخطوة التي اتخذتها الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وبالتأكيد ذلك نابع من تصاعد المخاوف على الأمن الخليجي والأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بصفة عامة من خلال استمرار قطر في دعم التنظيمات الإرهابية، ما يمكن أن يدفع المنطقة إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها؟ ماذا بعد؟ طبعا هذه نتيجة طبيعية لتخلي قطر عن التزاماتها وتعهداتها. نتذكر جميعا أزمة 2014 لما انعقد اجتماع الرياض واجتماع الرياض التكميلي، ثم بعد ذلك توج بقمة التعاون في الدوحة. كان هنالك بنود عدة لم يتحقق منها شيء، مش بس لم يتحقق منها شيء، مر الزمن تغيرت الأحوال وتمادت قطر. يعني كان الموضوع موضوع احتضان الإخوان المسلمين، أصبح الآن احتضان داعش أيضا وتيارات إرهابية أخرى. إيران لم تكن محورا في تلك المعادلة في 2014، الآن إيران حاضرة وعلاقات متميزة وتأييد لأطماع إيران التوسعية وتأييد لنشر نظرية ولاية الفقيه إلى آخره. دعم الحوثيين كان منذ ذلك اليوم، ورغم التحالف رغم اشتراكها في التحالف إلا أنها ما زالت على صلة لهم وتدعمهم وتدعم المؤتمر في اليمن إلى آخره. فأيضا لا ننسى الأبواق الإعلامية القطرية، كان هنالك اتفاق على تصحيح مساراتها خصوصا قناة الجزيرة، اللي حصل العكس. الموقف من مصر كان محور واضح في اتفاق الرياض التكميلي، أن يكون في حد أدنى من السياسة الخارجية ضمن منظومة مجلس التعاون تجاه مصر خصوصا، لأنه لا يمكن ولا يستوعب أن يوصف ما ترتب على ثورة مصر وعلى تحشيد أكبر حشد بشري في التاريخ، اللي انتهى بعد ذلك بانتخابات نزيهة وعادلة وبرقابة دولية، أوصلت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، وتظل قطر تتكلم عن انقلاب، في حين أنه انقلاب حماس مثلا على وهو حكومة، حماس حكومة مقالة، قطر تعتبرها الممثل، يعني في تناقضات، قطر تعتبرها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. ثم أن بعد ذلك الأمير الوالد في قطر اللي هو والد الأمير الحالي ألم يأتي عبر انقلاب على أبيه؟ يعني هذه التناقضات اللي أوقعت قطر فيها نفسها لم تسبب الضرر لقطر فقط، وإنما أثرت على أمن واستقرار الخليج. إحنا في الإمارات في محاكمات التنظيم السري غير المشروع، وأنا حضرت جميع هذه المحاكمات اللي كانوا متهمين بمحاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الإمارات، هم إخوان مسلمين، ورد اسم قطر عشرات المرات خلال المحاكمات وبالأدلة القاطعة، وحكم عناصر مخابراتية قطرية كانت تعمل على أرض الإمارات بالأسماء وبالصفات وبالرتب، ثم بعد ذلك لما حكموا طلع عليهم بناء على وساطة قطرية عفو رئاسي كريم من صاحب سمو رئيس الدولة. إذن قطر أعطيت جميع الفرص ومنحت جميع المهن، هو يعني هو هذه هي الفكرة، يعني أنها الفرصة كانت سانحة لها قبل ذلك ولكنها لم تستثمرها، لم تلتزم قطر بتعهداتها، مما يجعل هناك كثير من التساؤلات حول يعني جدوى أي تطمينات يمكن أن يقدم عليها الطرف القطري بعد ما وصلت إليه التباعدات والقطيعة الدبلوماسية على خلفية القرارات الأخيرة التي نحن بصددها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حبيب الصايغ. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد وقفة حوارية مطولة حول التطورات وأيضا حول دلالة اليوم العاشر من رمضان وإحياء ذكرى نصر حرب العاشر من رمضان أكتوبر المجيد، ونقطة تحول بكل المقاييس لتوازنات القوى، تحطيم أساطير واهية ربما رسمتها إسرائيل حول قدرتها العسكرية، والمزيد نتطرق له تفصيلا وتحليلا مع حضراتكم، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة مع زميلة إيمان مصر. Yeah.
بالرغم من ارتباط شهر رمضان الكريم بفريضة الصوم والعبادات، فإن له بصماته المحفورة في طريق الجهاد والفتوحات الإسلامية على مر الزمان، والتي كان آخرها نصر أكتوبر العظيم الموافق العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، ليرتبط شهر رمضان بالعبور العظيم. ذكرى العاشر من رمضان إنها الذكرى الخالدة لنصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن عزته وكرامته، واستردت به مصر أرضها المقدسة في سيناء بعد هذا النصر المجيد. ويؤكد رجال الدين وقادة القوات المسلحة على ضرورة استلهام روح ذكرى العاشر من رمضان، خاصة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد. فالذكرى العاشر من رمضان أثبتت قدرة المصريين على صناعة المستحيل من خلال تماسكهم جميعا وحسن الإعداد والأداء، مما أدى إلى الانتصار العظيم واسترداد الأرض المسلوبة. فالمقاتل المصري نجح في تحقيق هذه البطولات العظيمة على مرأى ومسمع من العالم كله، بما يستلزم أهمية استعادة تلك الروح العظيمة في بناء الوطن. فنصر أكتوبر أزال أثار هزيمة يونيو وأعاد الهيبة للجند المصري لبسالته وشجاعته، وهذا النصر سبقه الإعداد الجيد وإرهاق للعدو من خلال حرب الاستنزاف على مدار السنوات التي سبقت حرب أكتوبر. ويعتبر العسكريون معركة العبور في حد ذاتها إحدى المعجزات الحربية، حيث نجحت القوات المصرية في الثانية ظهرا في عبور أحد أصعب الموانئ المائية في التاريخ والسيطرة على خط بارليف، الذي رأى الخبراء الروس أنه لا يقهر سوى بقنبلة ذرية. ورد المصريون صاع صاعين، حيث محى الجيش المصري هزيمة الأيام الست في ست ساعات بتحقيق النصر العظيم. عاد العلم المصري ليرفرف على أرضه، وعادت سيناء الحبيبة ذلك الجزء العزيز إلى حضن الوطن الأم، ونجحت العزيمة والإرادة المصرية في تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. هي دروس مستفادة كثيرة جدا، مهم جدا احنا نتسلح بها في مثل هذه المرحلة التحديات فيها بتتعاظم، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وموالي الإرهاب وداعمي الإرهاب على مستوى العالم. بنستلهمها من نصر العاشر من رمضان 6 أكتوبر المجيد، حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بين بشكل كبير جدا العقيدة القتالية بتميز الجندي المصري، وسلط الضوء أيضا على أهمية التضامن العربي اللي بالتأكيد أيضا كان من الملامح المميزة لهذا النصر المجيد. ونحن نحيي هذه الذكرى بالتأكيد في نقاط معينة يجب التأكيد عليها، وأن نتخذها بشكل من الأشكال قاعدة انطلاق مع اختلاف الظروف والخصوصيات للمشهد المصري والعربي الراهن، لكن بالتأكيد مهم جدا احنا نبني على هذه الانتصارات التي تحققت واللي كان من الأدلة الدامغة عليها وملهم بشكل كبير جدا العاشر من رمضان يومنا هذا بعد عشرات من السنين. بوجه التحية لضيفي في هذا اللقاء، سعادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ الاستراتيجية القومية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أهلا بحضرتك دكتور. وجه تحية كذلك لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرف لنا. طبعا صعب جدا ان احنا يعني ما نتكلمش عن نصر العاشر من رمضان، لانه بجد كان ملهم وكان فيه كتير من العناصر المهمة جدا ان احنا دايما نتذكرها، سواء اللي قتلوا في هذه الحرب وحققوا نصر، او الاجيال اللي زينا وزي اجيال غيرنا للاسف ما عصرتش هذا النصر لكن جنت ثماره. ابتدي مع حضرتك سيادة اللواء دكتور نصر سالم. شوف حضرتك، يعني احنا لو جينا نبص اعظم ما في حرب اكتوبر 73 اننا كنا نحارب كامه عربيه ليس مصر فقط، يعني على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. يعني هل يعني لا ينسى احد أن هناك 8 دول عربية كانت لديها جيوش تحارب معنا في حرب أكتوبر 73، في حرب العاشر من رمضان. صحيح كان معظمها نقول قوات رمزية، إنما حتى الرمزية هنا لها قوة لا تقدر، إن في دول عربية 8 جيوش عربية بتقاتل جنبا إلى جنب
لتحقيق هدف واحد. الهدف السياسي او التحرك السياسي بتاعنا، لا ننسى وقفة الملك فيصل رحمة الله عليه والشيخ زايد والدول العربية عندما سلاح البترول، دول جعلوا نقول الجسر الامريكي، جسر الجو الامريكي اللي بينقل الاسلحة من امريكا لاسرائيل في هذه الحرب. يعني برضو نضيف معلومة، واعتقد ان كل اعلامها في الوقت ده كان المفروض ان هذه الطائرات عشان تنقل السلاح من امريكا لاسرائيل هتطير اكتر من 20 ساعة، يعني محتاجة وقود لا يكفي عشان تشيل وقود يكفيها رحلة كلها، يبقى مش هتشيل معدات كافية معاك. العشر من رمضان اتقال عليها معركة العزة والكرامة. انا هرجع لحضرتك تاني ست اللواء، لكن اسأل لدكتور طارق، يعني كيف كرست حرب العشر من رمضان لمعايير ومعاني مهمة جدا ان احنا نتشبث بها في هذه المرحلة المهمة والحرجة اللي بيمر بها الوطن العربي بصفة عامة؟ يعني طبعا استكمال لكلام سيادة اللواء، طبعا في جزء من ده مرتبط بالدروس المستفادة من هذه الحرب، جزء منه عمق عربي متواصل للقدرات المصرية، لكن ربما يكون الأهم الذي جرى على الجانب الآخر سواء كان في علاقات مصر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه الحرب يعني بنت مرحلة جديدة في العلاقات سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي وقتها. فبالتالي لم يقتصر تداعيات هذه الحرب على المستوى العربي أو الإقليمي، لكنها امتدت بطبيعة الحال إلى المنظومة الإقليمية والدولية. في جزء منه جرى تغيير كبير في الجانب الآخر في إسرائيل، هزيمة بيسموها هزيمة المحضال أو التقصير الذي جرى في المجتمع الإسرائيلي وانعكاساته، في جزء مما لا يعلمه الشباب والقطاع، يعني الشباب في هذا التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه لا يعلموا ما الذي جرى على الجانب الإسرائيلي، ربما يسمعوا على الدعم العربي، يسمعوا على دعم صحيح. الملوك والأمراء، لكن جزء مما جرى وطبعا جزء منه نفتخر بك للقوات المسلحة المصرية أدائها في هذه الحرب، وما جرى على الجانب الإسرائيلي من حالة الانكسار والهزيمة اللي عاشتها إسرائيل سنوات طويلة، يعني ربما تكون المفارقة بين 5 يونيو وبين 10 رمضان، المفارقة في هذا التوقيت اللي بنتكلم فيه رسالة مهمة ربما في بعدها الجوهري وليس الشكلي فقط، إنه أن مصر استطاعت الانتصار للعرب، النصر الحقيقي على إسرائيل. يعني أنا لا أتوقف أمام الانتصارات التي تمت بعد ذلك أو المواجهات اللي قادتها بعض تنظيمات المقاومة بصورة أو بأخرى اللي اعتبرت في مراحل معينة أنها حققت مواجهات جيدة مع إسرائيل، هذا غير حقيقي. الجيش الوحيد الذي حارب وانتصر للعرب هو الجيش المصري، الجيش المهني، الجيش اللي هو موضوع الآن على في جلوبال فاير أهم راند وسبري من التقارير الدولية الاستراتيجية في العالم أنه يتقدم بصورة كبيرة على جيوش عديدة في المنطقة. فأنت أمام إنجازات ربما لا يعلمها الشباب أنه من 73 ل 2017 الجيش المصري أدى أداء كبير قوي، صحيح أنه حقق الانتصار في 73 لكن حققه ومضى به. اليوم نفتخر أنه الجيش المصري ضمن أهم 10 جيوش على مستوى العالم مهنيا، يستطيع أن يدرب جيوش من واقع طبعا اعتبارات كثيرة في الأمور العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء أستاذنا طبعا يتكلم فيها، لكن أنا بكلمك في البعد السياسي. ربما الأهم للشباب أن يعلم أنه هذا الجيش المصري العظيم موضوع ضمن أهم 10 جيوش في العالم مهنيا، جزء من رسالة الجيش وعقيدته القتالية الدفاع عن الوطن حدوده، يعني في أولويات ومهام كثيرة بيقوم بها الجيش المصري استراتيجيا وعسكريا، بالإضافة طبعا إلى الدور طبعاً الكبير هو اللي هو طبعا قام به. الجزء ده لا يقتصر على 73، الجزء امتد إلى 2017، مهم قوي ان الناس تعرف. والحقيقه حتى المعركه اللي بنشهدها حاليا وان كانت طبعاً ليست بالشكل التقليدي، لكن ربما هي اشرس لانها مع قوى الارهاب الغاشم. نتوقف مع اصداء ومصادر الهام نصر العاشر من رمضان مع حضراتكم، لكن بعد هذا الفصل. لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش.
عاش اللي قال للرجال عدلوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عدلوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا تحطيم خط بارليف اللي كان بينظر ليه انه هو حصن منيع من الصعب اختراقه عبور قناة السويس، تغير نظرة العالم لمصر وللمنطقة العربية بصفة عامة، بالإضافة بالتأكيد إلى مكاسب أخرى على مختلف الأصعدة نجحت في تحقيقها حرب ونصر العاشر من رمضان. بنتواصل مع حضراتكم، بجدد تحية بضيفي دكتور طارق فهمي وسعادة اللواء دكتور نصر السالم. يعني دكتور نصر، يعني حرب تحطيم الأساطير المزيفة إلى أي مدى ده ممكن ينطبق على نصر أكتوبر العاشر من رمضان؟ أنا لخص لك الموضوع في كلمات معدودة. فضل. لأول مرة يقاتل جيشنا قتال أو يدخل في حرب حقيقية على أرض سيناء في حرب 73. يعني إحنا حاربنا، مش هدخل 48 ده قصة تانية لأن لم يكن هناك جيش، إنما 56 لم نقاتل إلا يوم واحد فقط، هو يوم 30 يونيو 56، وصدر الإنذار الأمريكي الفرنسي واكتشفنا إنها مصيدة معمولة للجيش في سيناء وإن الهدف قناة السويس، فصدر الأمر مباشرة يوم 31 أكتوبر 56 بسحب الجيش المصري عشان نتفرغ للدفاع عن قناة السويس وعن مدن القناة. في 5 يونيو 67 بكل أسف الجيش لم يحارب على الإطلاق، صدر لي الأمر في نفس اليوم بالانسحاب بمجرد نقاط الجوية انضربت، فالجيش تحمل عار هزيمة لا يستحقها ولم يكن شريك فيها على الإطلاق. إذن الحرب الحقيقية اللي احنا خضناها هي حرب 73. طب 73 اللي حصل فيه؟ يعني لما إسرائيل، احنا بخطأ من القائد وقتها، قائد العام وقتها اللي ده أمر بالانسحاب لمجرد القوات الجوية ضربت، وقبل ما جيشنا يواجه جيش العدو كان في أمر بالانسحاب، فالطيران الإسرائيلي اصطاد قواتنا وهي تنسحب، وقعد في سيناء على مدى 6 سنوات يحصن دفاعات. يعني لو قلنا خط بارليف المنيع أو الحصين اللي عملته إسرائيل في سيناء على مدى 6 سنوات هو الخط الأقوى والأمنع والأشد في التاريخ العسكري كله، خط بارليف المنيع ده حقيقي. لو هنوصف فيه ده قصة تانية، يعني أي سلاح تقليدي عشان يتعامل معه مش هينفع، محتاج سلاح نووي أو زر عشان يقدر يضربه. كل من داخل هذا الخط يستطيع القوات اللي جواه أن تقاتل 15 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة مستمر دون أن يحتاج طلقة من بره أو أي إمداد بأي شيء. دي حاجة. الأحشاد دي من ده وده، النبالم والأنابيب اللي فيها الزيوت الطيارة والنبالم والمواد البترولية اللي كانت هتشعل صفحة القناة تجعل أي قوات تعبر هتحترق قبل أن تصل إلى منتصف القناة. كل العسكريين أو الخبراء والعلماء العسكريين قالوا خسائرنا في معركة العبور فقط اقتحام خط بارليف لن تقل عن 50% من قواتنا. ايه اللي حصل بقى في اليوم 10 رمضان؟ ان قواتنا خلال 6 ساعات فقط محت ما انشأته اسرائيل في 6 سنين. ده حقيقة. يعني بعد 6 ساعات كان لينا على الضفة الشرقية للقناة 5 فرق بكامل عتادها وأسلحتها، قوامها 50,000 جندي. أين خط بارليف؟ انتهى. اللي قعدوا 6 سنين يطنطنوا فيه اللي قال فيه حيم بارليف شعر اللي هو سمي الخط باسمه. بس كده؟ لا، نسيب الخط ده ونقرأ من مذكرات الجنرال ديفيد إلعازر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي. بيقول إيه؟ يوم 7 أكتوبر، ده بعد ما كله من أول جولدا مائر رئيس وزراء إسرائيل بتقول أنقذوا إسرائيل والكل بيقول أنقذوا إسرائيل، يوم 7 أكتوبر 73 يهبط في مطار بن غوريون في إسرائيل طائرة أمريكية خاصة عليها ضابط اتصال برتبة جنرال، وينزل من مطار بن غوريون ليصل إلى مركز القيادة في تل أبيب في الساعات الأولى من صباح 8 أكتوبر، ودخل بيسأل إيه الموقف؟ قال له ما في، انهيار كامل الجيش الاسرائيلي، فين خط بارليف؟ انتهى. طب فين السلاح الالات اللي هتقر؟ فين الذراع الطويله للقوات الجويه؟ قال له ما فيش طياره بتقرب من خط بارليف.
مسافه اقل من 20 كيلو الا وتسقط. انت تنصحنا بايه؟ قال لهم انصحنا مش جايب نصايح، انا جايب اوامر. الاوامر ايه؟ قال لهم لابد من، شوف الاوامر ده جاي خطه امريكيه مباشره. اولا اخراج الدفاع الجوي المصري من المعركه، ثانيا لابد من الاستيلاء على اي مساحه من الارض غرب القناه حتى لو كيلو متر مربع لكي نستطيع ان نتكلم مع السادات. فده كلام ديفيد العازف في مذكراته. بيقول لك الناس بصت لبعضها كده وبصت للراجل، قال لك الراجل ده يا اما مش فاهم حاجه خالص يا اما لسه نايم ما صحيش. يا كابتن او يا جنرال احنا بنقول لك ما فيش، احنا بنلم الشاردين دلوقتي، تقول لي نعبر غرب القناه وتقول لي نسقط نخرج الدفاع الجوي، ده ما فيش طيار ارض تتقرب. قال لهم انا قلت اللي عندي، انتوا ايه مطالبكم؟ قالوا يعني في مطالب؟ قال لهم في جسر جوي بيجهز دلوقتي، الرئيس نيكسون امر بيه وكل مطالبكم متاحه ولابد من تحقيق هاتين المهمتين. وبداوا كتبوا كل مطالبهم ورجع بيها هذا الجنرال وبدا الجسر الجوي الامريكي. يعني احنا قعدنا من يوم 6 ليوم 13 بندير معركه سيمفونيه. يعني الرئيس السادات رحمه الله عليه قال مزحه كده وبيضحك فيها وهو صادق لما قال احنا بندمر اللي هو المدرع الاسرائيلي في 20 دقيقه. دي حقيقه. معدلات القتال اللي عملناها لم تدخل التاريخ حتى الان. الحقيقه كمان من الحيل اللي كانت ناجحه جدا هي التعتيم الاعلامي يعني ايضا اللي طبع في ذلك الوقت، وده خطه يعني الخداع الاستراتيجي يعني اخذ العدو على مستوى طبعا. احنا ادخلنا مفاهيم جديده في الخداع ما كان لهاش وجود. يعني معروف كده مربع المفاجاه، التوقيت الغير معلوم، المكان الغير معلوم، السلاح، الاسلوب. احنا خلينا العدو يشوف الاربعه دول ويتاكد منهم. حاله اللاسلمي الحرب، لحظه بس هكلمك الحته دي. دخلنا بعد خامس ده على مستوى العلم العسكري كله والعلم الاستراتيجي، بعد خامس ان احنا بنقول له شوف اهو الوقت اللي هنحاربك فيه، يعني اكتشفوا وحددوه الوقت اللي هنحاربك فيه والمكان والاسلوب والسلاح اهو، انما نيه الهجوم خليناه ما يصدقش ان احنا هنهاجم. قال لا 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 ده بيهزروا، ده زي عامل حسم اللي قاله السادات اول ما جه. لا السادات دي كان بعد، ففعلا خداع استراتيجي بيدرس لحد دلوقتي وسيظل يدرس الى ما شاء الله. نعم. فما فعلناه طبعا. يوم 10 رمضان درس لن ينساه، مش هقول لعدونا فقط ولكن لن ينساه العالم، لانه في حاجه الى استعادته باستمرار من جميع المنطلقات. ويعني يمكن كمان حاله اللاسلمي للحرب هي اللي كانت مؤرقه ايضا يعني للقاده في ذلك الوقت، وهي اللي دفعت لاحداث الحراك وخروج نصر اكتوبر العاشر من رمضان بالشكل اللي خرج بيه وبكثير من الثمار اللي افرزها في مختلف نواحي الحياه السياسيه والعسكريه والاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها. الحرب ليست فقط بمفهومها التقليدي، ربما نعيش حربا لها شكل جديد، حرب في مواجهة الإرهاب، والعدو نفسه ربما يعني اختلفت مواصفاته واختلف شكله، الأطراف نفسها اللي بتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار اختلفت مواصفاتها، لكن الأهم بمكان أن يكون هناك وقفة موحدة في مواجهة كل من يتسببون في هذه الحالة من عدم الاستقرار، سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة للدول العربية بصفة عامة. نبقى مع حضراتكم ونواصل حوارنا لكن بعد الفاصل. We'll be right back.
يبقى الحلم لنا جميعا كعرب هو العمل العربي المشترك كما ينبغي أن يكون، العمل العربي على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد نصرة كثير من القضايا والملفات الساخنة والمتأزمة في المنطقة العربية، على سبيل المثال الحصر، الساحة الفلسطينية، الساحة السورية وغيرها، بالنظر إلى التداعيات اللي بنشوفها في مثل هذه الملفات. تجدر الإشارة بالتأكيد إلى الحدث الأبرز، قطع العلاقات الدبلوماسية اللي قامت بها دول البحرين، الإمارات، السعودية، مصر، وانضمت إليها دول أخرى، ليبيا، اليمن، المالديف، موريشيس. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، إلى أي مدى يدشن ذلك لمرحلة جديدة من العمل العربي بعد عزل قطر؟ نبقى مع حضراتكم، وأجدد التحية بضيفي اللواء دكتور نصر سالم ودكتور طارق فهمي. ويعني بدوري أسأل حضرتك نفس السؤال ده دكتور طارق، يعني هل نحن بالفعل يعني اليوم وما جرى بالأمس يعني نؤرخ لعهد جديد من العمل العربي المشترك وقوة دافعة لمواجهة الإرهاب والأطراف الرعيلة؟ هو طبعا المقاربة ربما تكون مختلفة في هذا التوقيت. انت بتناقشي إمكانية إحياء ما يعرف باسم نظام الإقليمي العربي، انه يبنى نظام إقليمي عربي تشبها بما جرى ايام حرب 73، وان يبقى في ايمان بمؤسسات العمل العربي المشترك. لكن العدو تغير، المخاطر والتحديات اختلفت، واصبحت هناك كيانات ودول عربيه كثيره. الامور طبعا تحتاج الى اعاده ترتيب الاولويات العربيه. خليني اقول لحضرتك في اشكاليه مهمه في هذا التوقيت مرتبطه بالادراك لكل دوله او وحده سياسيه في الاقليم بمهدداتها بتحدياتها. في خطر ربما يكون مشترك هو ايا كان شكله او توصيفه، وهي المخاطر الوارده من دول جوار، يعني ما نعتبره نحن مخاطر مباشره للامن القومي المصري ربما لا يرى اخرون هذا الامر، سواء كان التهديد الايراني، التهديد الاسرائيلي، التهديد التركي. هذه مشروعات وارده على النظام الاقليمي العربي بصوره او باخرى. قضية إشكالية الإرهاب خلينا نقول هي أحد التحديات، لكنها ليست هي الأساس. الأساس في هذا أنه هناك تحديات ومخاطر عديدة نتيجة لوجود مشروعات عديدة تحاول اختراق النظام الإقليمي العربي وإقامة أنظمة بديلة، يعني بديل النظام العربي نظام شرق أوسطي تدخله دول أخرى زي إيران، تركيا، إسرائيل وآخرين لبناء نظام شرق أوسطي جديد. خطورة ما نتحدث فيه طبعاً في إطار المقاربة من 73 ل 2017 الأمر تغير. أنت أمام جيوش قطاع خاص وتنظيمات إرهابية. جيوش القطاع الخاص والتنظيمات الإرهابية في جزء منها اليوم تحتل مساحات من أراضي عربية، وهذه الجيوش وهذه التنظيمات أصبح لها وجود، لديها اقتصاديات، لديها كل مقومات كيانات أو أشباه الوحدات. لهذا كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في قمة الرياض وهو يتحدث في 4 مقاربات مباشرة في التعامل مع الأزمة، ربما كان انبهار الجميع بالكلمة بمضمونها، يشير إلى أنه الرئيس يتحدث بصورة مباشرة. هناك قوة تنظم على الأعمال الإرهابية، هناك من يدعم هذه الشبكات رؤوس الأموال، هناك من يوفر ملاذات آمنة لها ويوفر طبعا الملاذات الآمنة والبيئة الحاضنة لعمليات الإرهاب وما إلى ذلك. في جزء من الطرح المصري هو إدراك بطبيعة المهام العربية المشتركة اللي هي في الأساس هم عربي، لأنه أنت ليس لديك اليوم نظام إقليمي عربي حقيقي، ليس لا يوجد سوى مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن. الدول الرئيسية الأخرى لم تعد دول بالمعنى الدول، سواء كانت سوريا، سواء كانت العراق وليبيا، فانهار مفهوم الدولة الوطنية. لهذا مصر حريصة، والسيد الرئيس حريص من أن لآخر يقول حافظوا على السيادة الوطنية، حافظوا على الدولة الوطنية، لأن ده مهم قوي أن حضرتك يبقى في التزام بمفهوم الدولة الوطنية من محاولة الاختراقات اللي موجودة. لكن أي مدى حضرتك بتتفق أن المسألة تصبح أكثر خطورة وأكثر صعوبة في ذات الوقت أن يكون جزء من هذا الجسد العربي المفروض أنه هو يتوحد في صف واحد لمواجهة الإرهاب هو اللي بشكل أو بآخر بيثير مثل هذه القلاقل ويكرس لهذه الحالة من انعدام الأمن والاستقرار،
على الرغم أنه من المفترض أن يكون دولة عربية شقيقة وصديقة. يعني شوفي لا توقفي كثيرا أمام الممارسات القطرية، هي والتوقيت له دلالته. في جزء من هذا ربما تعايش النظام العربي مع التهديدات التي أطلقتها قطر منذ سنوات طويلة، منذ الثورة الأولى في مصر كما تعلمي المهدد القطري موجود، لكن الآن نحن نتعامل بواقعية. الناس كانت دائما ما تسألنا لماذا لا نقطع العلاقات مع قطر وقتها، لماذا لا يكون هناك وقفة مباشرة مع هذا. كنا نتعامل بمنطق وحسابات مصرية بالأساس. في جزء في خلفية الأحداث مرتبط بطبيعة العلاقات، لديك عمالة هناك، لديك اتفاقيات، لديك صور مختلفة، بالتالي الحالة القطرية غير الحالة التركية، الحالة التركية بصورة أو أخرى. اليوم ما الذي تغير؟ اللي تغير حضرتكم بعض الأمور، منها أولا أنه هناك موقف خليجي، وموقف خليجي داعم. يعني أنا لا أتوقف أمام الكم، يعني مش قضية من انضم إلى من في مواجهة قطر، لأنه لكن ثقة للدول اتخذت مثل يعني هذه الدول الرئيسية العربية هي التي اتخذت هذا الموقف. لكن أنا أعتقد هناك هتبقى تساؤلات مشروعة خلال الساعات المقبلة حول مصير ومستقبل مجلس التعاون الخليجي نفسه، وهل دول الخليج ستلتزم بالتعامل داخل نطاق الاتفاقيات الداخلية أم الخارجية. هناك ردود فعل طبعا قطرية طبعا. حتى قبل أن نأتي للاستوديو أنا حلق لردود الأفعال يعني هناك في سؤال يعني لسه تساؤلات أخرى مختلفة هتتعلق بالتأكيد بإدارة الأزمة. في كل الأحوال أنا أعتقد أنه هتبقى في وقفة كاملة تتجاوز الإجراءات والتدابير اللي تم الإعلان عنها. في إجراءات عديدة لا تزال في إطار المواجهة، ما صدر خاص بالمقاطعة وقطع العلاقات، لكن في جزء بقى تالي آليات التنفيذ والمتابعة وكيفية الرد القطري ودخول إيران وتركيا على الخط وأمريكا أيضا صحيح. في استقواء بالأزمة. لو دكتور نصر سالم، يعني سؤال لي شقين. الشق الأول، إيه المستجد اللي دفع لاتخاذ القرارات الأخيرة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟ السؤال الثاني، ماذا بعد؟ يعني هاخد من كلام الدكتور طارق فهم طبعا، لانه ما شاء الله وضح الصوره بشكل لا 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 يحتاج توضيح اكثر من هذا. ويمكن انا هدي رؤيه مستقبليه اكثر، نشوف ايه اللي بيحصل ده وليه. لو بنراجع زي ما استاذنا الدكتور طارق قال، الاستراتيجيه اللي عرضها الرئيس السيسي في مؤتمر الرياض لمجابهه الارهاب، يمكن بعد الاربع اتجاهات اللي قالهم او الاربع خطوات قال ان في حاجه بتؤكد او بترسخ للارهاب في المنطقه، وكتير بياخدوها تكئه، اللي هو القضيه الفلسطينيه، اللي هو ان اسرائيل دائما لا تعيد بتصر على عدم اعاده الحقوق الفلسطينيه، وكثيرين من هؤلاء من هذه التنظيمات الارهابيه بتتخذ هذا سبب ان هي بتعمل كده، داعش عشان خاطر الفلسطينيين، القاعده عشان الفلسطينيين، وهكذا، بوكو حرام. ناس كتير بيقحموا القضيه الفلسطينيه حتى وان كانوا لا يقصدوها. طيب اذا دلوقتي مطلوب ان تتحل القضيه الفلسطينيه حل عادل، ده مع الايه الاستراتيجيه الرباعيه للخطوات دي. طيب نفتكر ليه اللي حصل قطر والتصرف اللي عملته ده وخروج عن الصف ده، احنا لسه كلنا موقعين على هذا البيان وعلى اللي تم في المؤتمر الرياض، والمفروض ان احنا هنتفق بقى هنعمل ايه مع الارهاب وهنحل القضيه كلها، ثم الجزء اللي هو القضيه الفلسطينيه جزء من الحل للقضاء على الارهاب كله. فاذا بخطوه خارج الصف وخارج السياق من قطر تنسي، ده مش بس القمة الأخيرة يا سيادة اللواء، ده كان فيه كمان تملص من تعهدات سابقة. أنا بتكلم على دي بالذات، ورسائل تطمينية كانت لدول الخليج لما حصل قبل كده تصعيد دبلوماسي أيضا. يعني خليني بس أكمل الفكرة، لأن هنا أنا بقول هذا ما فعلته قطر هو بفعل فاعل وبتنسيق، لأن في النهاية بيصب في مصلحة إسرائيل، وبالنهاية بيؤجل مرحليا على الأقل إلى ما شاء الله الكلام في القضية الفلسطينية. ده أنت النهاردة قلبت، بدل ما يبقى في الدول العربية كلها والإسلامية، وخاصة ده احنا لسه الملك سلمان لما اتكلم ان ايران هي رأس الارهاب ورأس الحربة بتاع الارهاب في المنطقة. طيب انت النهاردة فجأة بقت ايران هي الصديق، ايران دولة ما فيش منها اي خطر، وبتعادي او انت تمول كل الارهاب وبتتنصل من كل الدول اللي بتحارب هذا الارهاب والالتزامات اللي انت وقعت عليها في مؤتمر الرياض. ده فعلا راح شدد كل الدول العربية في اتجاه ان لا
ادي انا مع ايران اهو، لا ده منظمه حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ففجر قنبلتين في اتجاهين مختلفين هز بيهم الصف العربي، فكان بالتالي هنا المواجهه. طب ما انت لو ماشي، لو الدول العربيه مشيت في الاتجاه السليم، اخلي بال حضرتك ان لسه الرئيس ترامب موجود اهو، والتسليح اللي عمله واللي اتفتح على اخره للسعوديه ولدول مجلس التعاون الخليجي بكل هذا المقدار، ثم تعهده بحمايه الدول مجلس التعاون الخليجي ضد اي تهديد ايراني. فاحنا دلوقتي بقى المجلس التعاون الخليجي وبقى الدول العربيه كلها النهارده، لا ده في خروج عن الصف منها، بقت ايران هي المفترس او هي الاقوى، وهي ان جزء منا احنا اللي هي قطر، لا ده بتنضم اليها خروجا عن السياق العربي. فكان لازم النهارده عشان نتفرغ للقضيه الرئيسيه ان نعزل هذه الشرذمه اللي خرجت عن الصف وبتشق الصف العربي. كان لابد من الوقفه العربيه اللي اتخذتها الدول العربيه دلوقتي ضد هذه الدويله اللي هي قطر، عشان نتفرغ للقضيه الاهم. طب احنا هنحارب الارهاب ازاي وانت بترعى الارهاب، وانت بتتكلم عن ايران بالشكل ده واحنا كلنا معترفين انها راس الارهاب؟ احنا بنقول لازم نوصف الارهاب توصيف صحيح، ومين هو التنظيم السياسي ومين هو الارهاب، وانت بترعى الارهاب على ارضك وبتقول دول مش ارهابيين، احنا مش شايفين ان الاخوان ارهابيين، لا انت دلوقتي بتشق هذا الصف، يبقى دي الوقفه ديت ضده بنحاصره تماما ونعزله لكي نتفرغ للقضيه الاهم، مواجهه الارهاب والقضيه الفلسطينيه. ده انا شايف ان دي ايه يعني هذا العزل لقطر. وان كانت ادي النهارده عندي الولايات المتحده بتعرض التدخل، طب باماره ايه؟ معنى لسه الكلام اللي انت ماضي عليه معاهم، انت اللي بتعرض التدخل، واضح ان اسرائيل لها دور، والا التصاقه باسرائيل لتخفيف رد الفعل الامريكي عليه، واكيد في الدبلوماسيه او التصرف الاسرائيلي الذي لا يرى في هذه المرحله هو لتخفيف رد الفعل الامريكي ضد قطر في هذه المرحله. الحقيقه دكتور طارق كان محق بشكل كبير جدا لما شددت حضرتك على اهميه ان احنا نتعامل مع الدول المقاطعه، الدول العربيه المقاطعه لقطر بمعيار كيفي وليس بمعيار كمي. وإن كان ده ما يمنعش أن ممكن يكون عدد الدول مرشح للتصاعد، يعني بالتأكيد شكل المقاطعة نفسه، يعني كتير بيشوفوا أنه لا يختزل في قطع العلاقات الدبلوماسية في مسألة سحب السفراء فقط، يعني ربما يعني ما يكونش ده نهاية المطاف والمسألة تذهب أبعد من ذلك بكثير. إلى أي مدى تتفق وحتترجم إزاي؟ لا هو التدابير اللي اتخذتها السعودية والإمارات كافية قولا واحدا بردع قطر، لأنه دي إجراءات ستمس نمط الحياة القطرية في الداخل، مش مجرد انتقالات أو مجرد منفذ أو يعني نشاط تجاري أو بعد سياحي، ليها بعد اقتصادي كمان، ليها بعد كبير قوي، فيوجع طبعا القطريين. لكن طبعا قطر خلال الساعات الأخيرة، خليني أقول لحضرتك، بدأت تتحرك إزاي؟ في مسارات حركة اتجاه إيران بدأت تتخذها في موضوع الطيران، فده معناه يعني على سبيل المثال ده بقول على حركة الطيران، لكن أيضا هتبدأ تتحرك في اتجاه تركيا. إذن ففي بدائل للسياسة القطرية. هناخد بعض الوقت للحكم على مدى فاعلية القرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات، لأن القرارات هتاخد بعض الوقت في عمليات التنفيذ، لأنه هتبقى في إشكالية كبيرة داخل مجلس التعاون الخليجي متعلقة بكيفية التعامل مع قطر. هناك جملة من الاتفاقيات السياسية والاستراتيجية واتفاقيات الشراكة والتجارة والانتقالات ورؤوس أموال وغيرها، هل سيلتزم بها الجانب القطري أم أنه سيعلن عدم التزامه بها؟ فبناء عليه يجمد وضع قطر في مجلس التعاون الخليجي. لم يتحدث أحد عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي نفسه، لأنه هناك حرص على بقاء هذا المجلس يضم الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين والآخرين. لكن هناك أيضا موقف ربما يكون موقف متغير بصورة أو بأخرى، موقف الكويتي وموقف سلطنة عمان. حتى الآن موقفهم بصرف النظر عن ردود الفعل
تأييد أو عدم تأييد. إذا هناك من الواضح أن هناك طيارين داخل مجلس التعاون. طيب بالنظر للمعطيات الحالية، إيه الصوت اللي هيكون أقوى من وجهة نظر حضرتك؟ الصوت الاحتوائي ولا الصوت التصعيدي؟ يعني شوفي، هو طبعا استراتيجية الاحتواء لقطر ستنجح في حالات معينة. أولا على المستوى المجلس التعاون الخليجي لابد أن يكون هناك موقف مباشر من باقي دول الأعضاء، تحديدا الكويت وسلطنة عمان، لكي يكون المجلس مجلس مباشر في هذا الإطار، يعني مواقف حاكمة وضابطة للحركة القطرية. لكن أنا أظن أن خيار التصعيد من قبل قطر هو الذي سيكون مرشحا. ليه؟ لأنه السياسة القطرية لن تنفذ بعض الأمور اللي هي حضرتك بتطلبيها، ربما ستكون خلال يعني أيام، اللي هي تدابير معينة في انتقال بعض عناصر الإرهابية من الداخل، اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع أو ما إلى ذلك. لكن نحن نتحدث عن إطار أشمل حضرتك، الإطار الأشمل في التعامل مع السياسة القطرية في الأقاليم المختلفة، مش في الشرق الأوسط. أنت أمام دولة تحركت في كل الأقاليم، مشتبكة في كل الملفات العربية والإقليمية، فغير صحيح أنه ما بين يوم وليلة أف أو أن هتشتغل عليها السياسة القطرية، لأنه قطر موجودة في كل الملفات العربية وخارج الإقليم وعلى المستوى الدولي، فبناء عليه ليس صحيحا انه من السهوله ان تفككي عناصر الازمه. الازمه بنيويه في هيكل العلاقات الخليجيه القطريه. لكن طبعا بطبيعه الحال الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي بيدوا فرصه جيده للسياسه القطريه تراجع نفسها. لكن برجاء الا ياخذنا التحليل، احيانا التحليلات العباسيه في المجال، انه ان هناك تدخل في الشؤون الداخليه في قطر او اللعب على التجاذب الداخلي والاسره الحاكمه او غيره، لان هذه امور متعلقه بالموروث السياسي والتاريخي للخليج العربي باكمله. البعض ده ابعد من ذلك بكثير، وهتحاول ست اللواء ارجع لحضرتك مره ثانيه، ان قطع العلاقات الدبلوماسيه يمكن ان يرقى في مرحله متقدمه إلى نظر بحرب، أو يمكن أيضا أن يكون مؤشر لكي نشهد تصاعد في العمليات الإرهابية في هذه المرحلة. إلى أي مدى سيادتك بتتفق مع ده؟ يعني احنا هنمشي مع التقدير المتروي أكثر. يعني دلوقتي قطر بتواجه موج عالي، بتواجه الأزمة بمثلثها الكامل، بالمفاجأة، التصاعد في التهديد مصالحها، ثم أن قطر نفسها في وجودها دلوقتي مهددة بكل هذه الحصار اللي حواليها. في تقدير الشخصي أنها ستلجأ إلى التهدئة، لن تصعد على الأقل بالنسبة للعمليات الإرهابية. سيكون هناك امتصاص، هتكون هناك إخراج للعناصر الإخوانية أو التخلي عنها، العناصر التي تناهض المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون هي الآن زي ما بنقول بتحاول إن هي تخرج من مرحلة الغرق، اللي هي على الأقل دواعي إنقاذ الحياة، مش إن هي هتقعد ترعى الإرهاب وتوجه ضربات أخرى والكلام ده كله، لأن كيان قطر ذاته مهدد في المرحلة دي. فكونها إن هي تبحث عن ملجأ لها إذا كان إيران أو إذا كان تركيا، وأنا في رأيي أن حسنا ما فعلت الكويت وما فعلت سلطنة عمان، لأن إحنا دايما حتى في الفكر الاستراتيجي بنقول إيه، وإحنا بنطارد العدو بنسيب له مجال، بنسيب له باب مفتوح يهرب منه، وإلا إحنا بنحطه قدام خيار الانتحار أو إن هو يحط فعلا ظهره في الحيطة. لا، أنا عايز قطر حتى يبقى قدامها فرصة للتراجع. يعني قطر احنا ما بنحاربش قطر. طب ما هي جات لها فرصه قبل كده للتراجع يا ست اللواء، يعني المرحله دي قبل كده لازمة مختلفة، خليجي لازمه مختلفه في 2014، لازمه مختلفه تمام. احنا بنتكلم دلوقتي عن الوضع اللي قطر فيه، اما ان انا اخليها ترتمي كلها في احضان ايران او تركيا، يبقى انا خسرتها للابد وتحولت الى عدو وعدو صريح، او ان ادي لها فرصه بقى ان هي تغتسل من هذا الذنب وتعود مرة أخرى. ففعلا أنا في رأيي، أنا هاخد بقى الكلمة اللي حضرتك قلتها دي وهرجع لحضرتك تاني. يعني هي خدت فرصة الاغتسال من الذنوب، يعني زي ما ست اللواء قال، ولكنها فوتت هذه الفرصة قبل ذلك. إيه الضامن المرة دي إن قطر تلتزم بتعهدات، يعني طالما
حنثت بها في أوقات سابقة؟ لا، شوفي حضرتك، الأزمة 2014 غير الأزمة دلوقتي، ولن تقدم قطر بطبيعة الحال أي تعهدات أو التزامات، مع احترامي وتقديري أن أنت بتحاولي تحطي قطر أمام اختيار مباشر في هذا التوقيت. الأزمة حضرتك أزمة هيكلية فعلا، وليس مجرد أزمة عابرة، ولهذه الأزمة الهيكلية صبر الدول الخليجية تحديدا السعودية والإمارات كان نفس بصورة كبيرة. لا داعي للحديث عن تفاصيل مزعجة يعني لا تقال في وسائل الإعلام عن طبيعة ما قامت به قطر في داخل هذه الدول، وبناء عليه في جزء من ده حضرتك مرتبط بالبيئة الداخلية في السعودية وولاية العهد والأسرة الحاكمة، يعني في جزء كثير من هذا التفاصيل، وبناء عليه كان هذا الموقف الحد. لأن الناس بتسأل من صباحية اليوم إنه ليه السعودية والإمارات صعدت بهذه الصورة ولجأت إلى الخيار صفر. هذا هو الخيار صفر في طريقة المعاملة مع الجانب القطري. صحيح بصورة أو بأخرى هيبقى في باب موارب لإمكانية رجوع قطر، لكن بعد أن تكون استوفت كل شروط العودة. بس حضرتك مش شايف أن عشان ترسل رسائل تطمينية حقيقية إلى الأطراف العربية والخليجية الأخرى، يعني يجب أن يكون هناك تغير جذري في مراكز صنع القرار في قطر في جزء من الأساس؟ شوفي أنا أحييك على السؤال الذكي ده، يعني في جزء من ده مرتبط بحاجتين. أول حاجة أنه في خلاف حقيقي ومعلن داخل الأسرة الحاكمة حول الأولويات القطرية، سواء في النطاق الخليجي أو في نطاق علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. عايز أقول لحضرتك محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 2016 كان عديد من أفراد الأسرة الحاكمة قد اتهموا، وطبعا الموضوع بعد ذلك تم التكتم عنه، لكن هناك تيارات نافذة في السياسة القطرية الداخلية ليها وجهات نظر متعلقة بكل ما نتحدث عنه، سواء بدعم الإرهاب أو سواء بقاء القاعدة الأمريكية الكبيرة في قطر وغيرها من الأمور. لكن من المبكر أن نقول إنه هذه الأزمة ربما تصعد داخل الأسرة فيكون لها انعكاسات عديدة. الجزئية الخطيرة في هذا التقدير، أنا في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ضابطة للحركة القطرية في الفترة المقبلة، لكن السؤال هل الإدارة الأمريكية ستراوغ وتلجأ إلى نصف حل وشبه خيار في دعم قطر بصورة أو بأخرى؟ في النهاية وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون قال صباح اليوم عبارة مهمة أن الموضوع خليجي، فده معناه أنه مش قضية وساطة أو يمارس صدور. هذا قسم مشترك في ردود الأفعال الدولية أن الموضوع خليجي وأهمية الحوار وضبط النفس. أنا عايز أذكر حضرتك أنه هذا هو المنطق الأمريكي اللي بيتعامل بمنطق حسابات المكسب والخسارة والنفقة والتكلفة والعائد. يعني خلينا نتكلم واقع، السياسة ما فيهاش يعني أمنيات وطموحات، يعني بتتحدثي على واقع. خليكي وترامب بيجهر بالموضوع ده ان الصالح الامريكي هو رقم واحد. الامور مباشره في هذا الاطار، وبناء عليه مجالات الحركه لعوده قطر لابد ان يكون هناك وسيط. الوسيط خليجيا كما تعلمي لن يكون الكويت، لان الكويت استوفت وساطتها وانتهت. ربما تجدد وساطتها، لكن سلطنه عمان ربما تدخل على الخط. وسلطنه عمان دوله، متوقع ان الوسيط البديل للكويت يكون عمان. سلطنه عمان، سلطنه عمان دوله مهمه جدا بالمناسبه، وان كانت بتنأى بنفسها في مواقف كثيره جدا ان هي تدخل في غمار حتى الان، لكن خبرتها في تفكيك عناصر الازمه في الاتفاق النووي 5+1 مهمه قوي ان انت تبني عليه. هذه الدوله ليها اليات حركة عديدة. أنا مضطر أقطع حضرتك علشان أخذ تعقيب أخير وسريع من سيادة اللواء قبل ما نختتم هذا اللقاء. اتفضل يا سيادة. يعني أنا شايف زي ما بنقول إحنا، لا إحنا حريصين على قطر مش عايزين نخسرها. المهم أن تعود عن هذه عن هذا الغي في تمويل الإرهاب، عن أن تشق الصف العربي. إذا ما عادت، والمرة دي ما كانش هناك ضمانات أكيدة حقيقية بشروطنا إحنا، صحيح، يبقى لا عودة. افضل ان الا تعود. انما اللي انا افهمه او اقول ان الافضل ان نترك الباب مفتوح رغم كل ما فعلته، لان احنا حريصين على وحده الصف العربي. ما يهمناش مين هو، مش ما يهمناش امير قطر، لكن بتهمنا قطر. يكون في تصرفات على ارض الواقع تثبت حسن النوايا، لازم تقدم يعني إجراءات حقيقيه قابله للتنفيذ، واجراءات بناء ثقه، وندي لها فرصه بهذا الاطار، والاجراءات تبقى على مستوى اقليمي خليجي مصري، لان احنا ايضا لان احنا طرف اساسي في هذه المشكله. دكتور طارق فهمي، دكتور نصر سالم، اشكركما شكرا جزيلا على ذلك. شكرا لحضرتك. تم لقاءنا مع حضراتكم النهارده، بالتاكيد لقاءات يوميه متكرره وفرق عبر اخرى في برنامجنا من القاهره. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه، تصبحوا على الف خير.